Monde où vous êtes. Salam alaikum, Azul Flon. Comme prévu, écoutez, comme je vais faire une investigation à la Farid Azdin, le général de la Gestapo française en Algérie, le général Ben Cheikh. Écoutez, comme je m'aime, c'est un français à 100%. Et même j'ai divulgué la paperasse qu'il fallait pour qu'on m'soul fait les pénitentiaires français pour être comme les lesmicons de nationalité française. Alors qu'il est français, mais il a caché cela. Alors qu'il est à la tête de la sûreté en Algérie. Ça veut dire quoi, Hadel Insan? Hadel Insan Mendes, une fois. Mendes, mais. كما نقولوا حنا يخدم على الجهتين ياكل كسرة على جهتين مي يسيرف لا غاستابو فرونسيز اون الجيري يسيرف لي بيي بلون مي قستو كي قستو مع توفيق كان لي لا ريلاسيون انتر لوي اي توفيق تقولوا لي انا جيم بيان سافوار فوتر اوبينيون جماعه كيما يقول لك I want to know your opinion regarding this person اللي هو جنرال بن شيخ هذا جنرال بن شيخ هذا يتخافايي autant que psychologue في les pénitenciers français في la région de Paris c'est bon même là il travaillait dans la région de Paris fait une prison la moine ou quelque chose comme ça. Hadi la prison, شكون اللي كان فيها؟ شكون اللي كان فيها مسجون في مدة معينة؟ بين نقولوا حنا في لي زاني في لي زاني 90 حتى لي زاني 95 وهذوك. كان فيها سجين مهم للغاية. هذا السجين هو اللي يديروا كأنه تخلي الجيا كانه راح للجيا وراح حتى الجزائر والجزائر في الجزائر شتى تلاقى مع من مع امير جيا اللي كان من صنعة المخابرات اللي هو زيتوني اللي كان دار دي ماساك لا ريجون دالجي اللي صنعة المخابرات كان تلاقى معاه مي نتا اوتون كو بن شيخ اوتون كو بسيكولوج ذاك القيس و يتخافاي في هذاك البينيتونسي تاع المساجين كان فيه هذا كالخالد هذا اللي دار لي بومبا بزاف لي بومب دارهم في فرنسا راكم بديتو تفهموا شويه لازم دير ان انفستيغاسيون فوا تتعمق هذا سخت هذا كالقال هذا خالد كان يوصلهم الدراهم من انجليز كان فيه واحد اسمه سعيد كان يقولوا كانه مع الجهية يعاونهم بالدراهم يعطيهم الدراهم هذا كان مع المخابرات وقت تفهموا مخابرات اللي وصلت لي بينيتونسي مخابرات الجزائرية اللي نقولوا حنا تاع توفيق جدي بيان تاع توفيق وصلت حتى لي بينيتونسي وين دارت لي زيليمون صنعت دي زيليمون في لي بينيتونسي اون فرونس ولا في ليون ولا الوغ هذا الخال كي كلا له مخه في لا بريزون دو اون فرونس ا باري امروه باش يهود للجزائر شوف quelqu'un qui est français à 100% تخلى الحبس parce qu'il a fait des vols la casse de la casse et tout la casse armée quelque chose comme ça قبل 7 سنين حبس هذا يخدمه هذا ما يهموش الحبات برك il fait de la casse un criminel ولا un criminel دروك كي يهود للجزائر ويتلقى مع زيتوني باسكو جيا المخابرات هي اللي دارت له لا غولاسيون باش يروح يلقى زيتوني
وتعرفوا وش صار من بعد فاني حتى الزيتوني اكوز له هذا خالد كالكال il a fait des attentats en France c'est quelqu'un qui نقولوا حنا بريزي ما عندوش دراهم بصح يجوه الدراهم من انجليز من هذا سعيد هذا تاع الجيه اللي تابع المخابرات تاع توفيق داروا دي زاتونتا بصح لاتونتا اللي ما طرطقتش فيه لا بومب سيتي نقولوا حنا قرعه تاع بيوتان تاع غاز ما طرطقتش بصح الى ليسي دي برينت الى ليسي دي برينت وما كانوش يعرفوا هذاك القيس باللي اسمه ولا بالوتش ولا نو يسافي با بصح يلافي لي زومبرينت تاعو من كان مسجون من كان مسجون على اساس دار دي ديلي تاع السرقة والنهب الفو دو فواتور وكان دخل الحبس كان لازم يدو لي برينت تاع البصمات تاع اليدين كانوا يدوه دوم إيلون ايدونتيفي باسكو لا بومب نا با اكسبلوزي هو كان توشال نقولوا حنا هذيك القارورة هذيك قبلوا لي برينت عرفوا دروك عرفت فرنسا ولي سيرفيس فرونسي عرفوا بلي هذا الانسان هو اللي راه يدير لي بومب باسكو لي برينت تاعه parce que quand محبوس قبضوهم بالخف ils ont identifié les empreintes très vite بروك شاسرا بروك هو اللي recherché من بعد يصوبوه يقبضوه في الغابة ويبليسوه يتو نا يا ربي يبليسو صاحبه اللي يموت في الغابة actually يموت في الغابة صاحبه اللي de Lyon تو بصح هو كان هرب يهرب من بتي فيلاج وهذاك لي فيلاج اللي هرب له تالمون اليا اوسي كان حاجة لازم نعرفوها في المخابرات الفرنسية كان فيه نقول احنا خيانة للاغ سيرفيس نقول احنا دي زيليمون لي فريمون زعما دي راسيست و يبغوا ينفذوا اوامر تاع مام تاع لي بيبل يبغوا ينفذوهم يفعل كو هذا خلق كي يكون بليسي وطايح في دون لا روت يفو كي تيرو عليه يكملوا عليه ويليا ان فيديو ويقول لها حيا ان فيديو تاع فيريديك وين يقول له اشيفلو يعني كمل عليه الوغ كو كالكان كي تنجم تزيد تبليسي تضربو في الذراع تزيد تضربو فاني قولو حنا سي سيد غوجوان دي نارم ولا تنجم تضربو فيه باسكو كان طايح وكي يكون واه طايح ا كالكو متر تي بو فير سو كو تي فو بصح قال له اشيفلو سا في دير كلي اين شوز ما لازمش تخرج بلا كان اجون ولا تو كانوا مشريين من كانوا مشريين حتى من المخابرات الجزائريه رغم انهم هما اللي ردوه جيا لكن ما لازمش تقبط ما لازمش تكون ان انتيغوغاتوا ما لازمش يكون ان انتيغوغاتوا باش الاجهزه الفرنسيه ولا تعرف الصح باسكو هذيك لا بيريود ما تنسوش كانوا بداو يشكوا في لي سيرفيس الجزائريين هما اللي هم يديروا هذا الشيء بصح توفيق كنا راهم يقطعونها في الفيديو لكن هذا الحرامي والكلب والخائن ما يهموش pour rester dans la guerre à la France que celui le prince en Algérie ولا en France parce que là هو بن شيخ اللي ساعد توفيق باش دخل عبد المؤمن خليفه الملياردير ولد خليفة لاروسي اللي سرق الجزائر أما لا هو اللي ساعدو باش دخلو صافي دير خدمي واحد يذبحو ولي ترافاي بور توفيق باسكو كي دخل عبد المؤمن الفاليك إنسان واحد يجيبو اللي يجيبو ساعدو باش جابو سيتي بيان هذا بن شيخ ساعد توفيق صافي دير يتخافايون جيسكا مانتنو حتى الآن يخدموا مع راح بعض بيسكو يعرف بلي هذا بن شيخ سي تان كريمينال لا فاسون بسيكولوج ويعرف كي يتلاعب ويعرف كي يضغط ويعرف كي يسجن ويعرف كي يحقر ريتو جابو بالخطرة سات فوسي باش يكون على راس لا دي سي اس ان على راس لا سيغتي ناسيونال ان الجيري جابو
جابوه بشي ما قري كان خازن، كان في بشار ولا هذوك الجواه كان خازن، خازنينها فما مخابرات خازنين هذا الانسان. بصح علاه تخلي الجزائر؟ ها لو بروبليم ولا لا كيسيون كي فو سبوزي، علاه تخلي بن شيخ للجزائر الوغ كو كان عنده اون بوزيسيون اون فرونس، بوزيسيون فرونس تخلص اون فرونسي بعيد على الهول، علاه تدخل؟ هذا لانه هرب، هو كان ماذا به يقعد، بصح هرب، هرب من لي سيرفيس فرونسي، هرب دو بوكو تشوز، باسكو علاه هذا الانسان؟ باسكو مام لي سيرفيس يخدموا في رحبهم، باسكو لانتيغي بلو كرون كو لي زاتر هومان، حتى الناس اللي تموت ولا يموتوا بلي بومب هذو يسون فوت با مال من هاد الناس، لانهم هما لي زانتيغي سي بلو كرون، يحموا في في دي بيدجي دي مليار دولار. ومن ماذا توفيق ولد الحرام اللي يحميهم دراهم يحميهم لفرنسا ويضمن لهم انهم يدخلوا لفرنسا. لذا ما يهمهمش الانسان، حتى لو كان فرنسي يموت في المترو ولا يموت نامبورت كوا ما يهمهمش. والجزائري ذاك نسى مام يموتوا بالملايين سون فيش با مال، حتى قالوها لو يموتوا 4 ملايين سون فيش با مال في الجزائر. لكن تقبض هذا كرقال كرقال خالد تقبض تقبض الى تيتي ليكيدي ديزون ليكيدي، بصح لازم لي سيرفيس فرونسي اللي يعني يخدموا في وطنهم ويخدموا في بلادهم يلفون شيرشي انفستيغي وشموا ريحه لي سيرفيس الجيريان باللي داخلين فيها. بصح بن شيخ يفو با كو يقعد اون فرونس، دخل اون 1995 دخل الجزائر الوغ كو il vivait comme un prince en France. بصح كان انفولف في هذا لي زاتونتا تاع لا بومب افيك توفيق وجماعته واللي كونوا جيا دخل الجزائر، دخل الجزائر عطاو اون بوزيسيون كوم كوم انسبكتور دو لا سيرتي ناسيونال وروح البشار. بصح مين يدخل فاني il faut que ممكن يكونوا دي بروف، ممكن يكونوا دي بروف ضدهم ضد توفيق وهذا جنرال بن شيخ تو، ممكن يكونوا دي بروف ضدهم، لكن كيدورو كيدورو ويقتلوا نقول حنا يقطعوا الطريق باش ما تعرفش انت لا فيريتي، يقطعوا الطريق لا فيريتي. شا يدورو اون 1996 يقول لك تشدوا دو جروب تيروريست، شوفوا دو جروب تيروريست تاع زيتوني مع واحد اخرين وتقتل زيتوني. الوغ كو زيتوني يسافي بوكو تشوز على هذا خالد، باسكو لوي مام سيتي ان مومبر دو جيا اللي صنعوا توفيق، كان لازم يقلعوا له جدو كيما يقول. شكون اللي قتلو؟ قتلو المخابرات افيك ان اوتر جروب او كيك شوز كوم سا، وقتلوه سي بور تيو لا فيريتي، باش الحقيقه ما تعرفش لا في الجزائر لا في فرنسا. هذا هو السكري بين توفيق، بين توفيق وبن شيخ جنرال بن شيخ، وهما كلهم هذو الناس اللي متواجدين على على ارض الاحرار على ارض الشهداء، هذو ما هم الا سفاحين، سفاحين ومتامرين على الشعب الجزائري. بن شيخ تبون مهنا توفيق نزار كلهم كلهم سي دي جاجون دو لا غاستابو فرونسيز اون الجيري. لازمك تعرفوا هذا الشيء، وهذا قسما بالله كما انا نحكي لكم هكا نسيبا، انا مش عارف كما يقول لك واحد كي تحوسوا الحقيقه تلقوها. سكو كي نشوف لي زاني كي يدخل وهذاك راح وين خدم وين ولا وهذاك لو ميم اجون هذاك ماشي اجون مي مومبر تاع جيا كي يروح ويدخل الجزائر ويروح عند زيتوني وزيتوني ينسرو، ومام مام هذاك الانسان اللي كان في انجليز سعيد هذاك يقبضوه يسقى اكسبيدي من بعد عليها، ما يقعدش بن شيخ في فرنسا يدخل الجزائر باش ما يبانش اسمو، الوغ كو الاخر يقول لهم انا شوي انوسون هذاك تاع انجليز. نو ماهوش انوسون باسكو هو اللي كان يرسل الدراهم اللي يرسلهم لتوفيق وبن شيخ، كان باش يخلص لي زاجون تاع جيا
التيروريست اجيا اللي هما صانعتهم. هذا هو اللي لازم تعرفه. Je voulais expliquer cela parce que c'est très important. Quand واحد قال لي qu'est-ce que tu penses à cette خرجة تاع اللي خرج بها l'ancien ambassadeur Xavier Lacorte ou quelque chose comme ça. هذا الامباسادور خمو مليح. الامباسادور il était pour 8 ans en Algérie. Le temps de qui? لازم نعرفو le temps de qui. ما كانش وقت كان وقت الحركي تاع بوتفليقة. هذا il était amoureux de بوتفليقة. يبغي بوتفليقة هذا الامباسادور زافي هذا. Ça veut dire tout ce que faisait بوتفليقة était bien pour lui. Pourquoi? Parce que il servait la France, Bouteflika. Il servait la France à 100% et sans bruit. Bouteflika, il servait la France sans bruit. Il était malin. بصح لي ميلادو ما خرجوش Xavier ولا ما خرجوش حتى فرنسا باسكو لا راهم دايرين لهم فوضى كي نقولوا حنا البلاد راهم ماشي عارفوا يسيروا امور ماشي عارفوا يمشوا لي زافير دو لا فرانس. Malgré ce sont des éléments de la France qui chauffent les arts ou tout ça, c'est des criminels. Mais Arfouch, il s'y est sous un machin. Ou à son avis, il dit que l'armée ou Ada ou le Jazer a dit trois filles derrière. C'est vrai que trois filles derrière. Loukan, il dit que l'Akin ou qu'est-ce qu'il veut dire par cela? L'insane, il pense. Ou il pense que l'armée ne sert pas l'Algérie. Bessah. Qui servent l'Algérie plutôt qui servent la France puisque هذول les militaires راكم تقولوا عليهم كبروا même Macron et tout راهم يقولوا شبنوا et tout les militaires. Alors هنايا qui va servir la France شراه يوجد هذا l'ambassade de France non l'ambassade de France français en Algérie لكن Xavier هذا راه يفكر في le système qu'il veut, c'est le système de Tebboune. Parce que le système de Tebboune, il est de Bouteflika. Il faut comprendre les choses. Parce que Kharjou, Nevam, de Bouteflika, very quiet, comme on dit ici, il a pris l'arf, ou ils se sont en train de se faire dans le Jazeera, sans qu'ils ne soient pas les gens, 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 ils ont un peu de chalib, ils ont un peu de chalib, ils ont un peu de chalib. Ils ont aimé ce système. Mais, ils ne savent pas les gens. Les Jazeerais, les Jazeerais et tout, les Français ne savent pas la démocratie qu'en France. En Algérie, sans doute pas mal. Que les chiens de Taham tuent les Algériens. Ils ont les gars derrière. Ils ne disent rien. Même pas une fois. Bouteflika, ça suffit. Gat, par exemple, ça, il n'a jamais fait. Il était. Mes investigations, mes croches le maillot. Ou la hoquette l'eau qui m'a coûté comme zitouni parce que je m'a tous lâché, mais ils se rochent à l'moukhabarat ferrancé, ya ou gars les éléments de ham, que l'on va chez que tu règles le haqiqa, mais alfouche la vérité sur tout faire ou la qu'est-ce qu'il que le jia et la création d'à tout faire ou j'y mette. Avalibitungoula al-khoti, ou salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine.